في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها لا سيما جرائم الاتجار بالسموم والمؤثرات العقلية، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية المندية ممثلة في فرقتي البحث والتدخل وفرقة قمع الإجرام من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 8 أشخاص تورطوا في حيازة نقل تخزين وترويج المؤثرات العقلية. العملية جاءت استغلالا لمعلومات وردت إلى علم قوات الشرطة عن تواجد جماعة إجرامية تقوم بترويج المؤثرات العقلية وسط مدينة المندية، ليتم وضع خطة أمنية محكمة والترصد لنشاط أفراد الشبكة بالتنسيق الدائم المستمر مع النيابة المختصة إقليميا، حيث أسفرت هذه العملية عن توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم من ولاية المندية ومن ولايات مجاورة ينشطون في إطار جماعة إجرامية منظمة، كما تم حجز ما يقارب 3000 قرص مهلوس بالإضافة إلى 20 قنينة محلول مؤثر عقلي، مبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار في السموم من العملة الوطنية والأجنبية، وما يقارب من 600 وصفة طبية صورية بالإضافة إلى مركبة كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة الإجرامية ونقل السموم، ليتم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة الذين سيحالون بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.